كاين واحد السؤال اللي لاحظت بانه كيتكرر بزاف في التعاليق في الفيديوهات اللي حطيت هاد السيمانه هذه. بحكم التجربه ديالك يوسف في الباك وبما انك كنتي سيونس مات في سيزيام وكملتي في الباك, فاعطينا شنو غادي نديرو في الباك, واش نبقاو سيونس مات ولا نقلبوها سيونس فيزيك؟ راه كنشوفوا بزاف ديال التلاميذ اللي كانوا في السيزيام سيونس مات وفي الباك قلبوها سيونس فيزيك وجابوا لي كونكور ديالهم كاملين. واش حتى حنا خاصنا نديرو هاد القضيه هذه ولا خاصنا نبقاو غير سيونس مات؟ حيت لي كونكور ديال المدارس العليا كيكونوا قاسحين واحد شويه في الجانب ديال الرياضيات. وبالنسبه ليا انا هاد السؤال كيلخص المعاناه ديال واحد التلميذ اللي ما باغيش يختار وباغي شي شخص اخر يختار في بلاصتو وهو يكون مرتاح. يعني بلاصت مع انه يجلس ويفكر مزيان في كل شعبه ويقلب شنو هما لي زافونتاج ديالها لي زانكونفينيو ديالها ويسول بزاف ديال الناس اللي مروا من هاد التجارب ويحاول يجمع بزاف ديال الداتا ويختار هو القرار المناسب ليه ويكون متحمل المسؤوليه في داكشي اللي غادي يدير, فهو كيحاول ما امكن انه يلقي المسؤوليه على شي واحد اخر باش يقول ليها شنو غادي يدير. ولا كنتي حتى في هاد لا سيتوياسيون ومشيتي سولتي واحد الشخص وقلتي ليه واش ندير الاختيار الاول ولا الثاني وفي البلاصه جاوبك قال لك دير واحد فيهم, عرف بانه غير تيضحك عليك, حيت ما يمكنش نجي ونقولوا بانه راه واحد الاختيار هو الصائب. وعلاش انت ما تقدرش تعرف بانه هذا القرار صائب ولا لا؟ حيت كل شيء مرتبط بك انت, مرتبط بالخدمه اللي غادي دير في الباك. كنعرف مجموعه ديال التلاميذ اللي كانوا في سيزيام سيونس مات وجابوا نقاط مزيانه في الجهوي وقالوا باللي في الباك اشنو غادي ندير, غادي نقلب سيونس فيزيك وغادي نجيب واحد النقط على عاليه ونجيب لي سو كامل ديال لي زيكول وغندوز لي كونكور. وفي الاخير شنو طرا ليهم؟ ما جابوش نقطه مزيانه وما صدقوش جايبين لي سي. وفي الجهه الاخرى كنعرف تلاميذ اللي كانوا سيونس مات في السيزيام وجابوا نقطه اللي متوسطه في الجهوي وفي الاخر كملوا في الباك نيت سيونس مات وجابوا نقطه مزيانه وقدروا على انهم يدوزوا لي كونكور وجابوا حتى لي زيكور. دونك ما نقدرش نجزموا بشكل مطلق بانه الاختيار الاول هو اللي صحيح ولا الاختيار الثاني هو اللي مناسب. وبالنسبه لي انا راه بجوج مزيانين, غير الواحد فاش ياخذ واحد الاختيار يعني مثلا سواء سيونس فيزيك ولا سيونس مات خصو يمشي فيه جوسكو خصو يخدم فيه, خصو يضرب فيه تماره, خصو فريمون يدير داكشي اللي عليه. يعني ماشي هو دار سيونس فيزيك ويبقى اشاك فوا كيتفكر كيقول واكون درت غير سيونس مات واكون دابا عندي مع المات, ولا مثلا يدير سيونس مات وبدا يقول واكون درت غير سيونس فيزيك كره دابا النقاط ديالي عاليه وكره جبت بزاف ديال لي سي. اختار واحد الحاجه تكونسونطرا وعطي لهم ماكس ديالك فيها وغير حيد من بالك هذيك الفكره ديال راه سيونس مات المات ديالها قاصح راه غادي يعاوني في لي كونكور. حيت كنعرف بزاف ديال التلاميذ اللي كانوا سيونس فيزيك وقدروا على انهم يجيبوا الكونكور احسن من شي دراري اللي كانوا سيونس مات وجايبين النقاط اللي مزيان, حيت لا بريباراسيون ديال الكونكور راه لا علاقه بالبريباراسيون ديال الامتحان الوطني. غير هو الا كانت شي نصيحه غادي نختم بها الفيديو هي انه التلاميذ اللي فريمون صافي متاكد 100% بانه باغي يدير لانجينيور يعني صافي باغي يدير الهندسه, فانا نقدر ننصحو باش انه يدير في الباك سيونس مات يعني يكمل سيونس مات ويحاول ما امكن انه يجيب نقاط مزيانه في المات وفي الفيزيك, حيت هادشي اللي يخول لي على انه او موا غادي يدير الاقسام التحضيريه. ومور الاقسام التحضيريه ملي غادي يدوز ديك الساعه السي ان سي راه غادي يدخل لوحده من المدارس العليا في الهندسه وديك الساعه غادي يكون حقق الهدف ديالو. اما الا كان الواحد ما كيفيزيش الهندسه يعني مثلا كيشوف راسو بانه باغي يدير طب, فتقدر تكون هنا النصيحه ديالي انه يدير سيونس فيزي, الشيء اللي غادي يخليه على انه يتكونسونطرا مزيان على هاد ربعه ديال المواد اللي هما الاس في تي الشيمي الفيزيك والمات ووجد لهم مزيان في الوقيته ديال الكونكور. دونك بالنسبه لي انا كيف ما كان القرار ديالك سواء غادي تكمل سيونس فيزيك ولا غادي تكمل سيونس مات, الحاجه اللي مهمه في هذا الشيء هو انك تتحمل المسؤوليه في هذا القرار. ماشي تتحمل المسؤوليه وانما تتحمل كامل المسؤوليه في النتائج كامله اللي غادي توصل لهم. يعني ماشي حتى يتسالى الباك وتشوف انك جبتي واحد النقطه ناقصه ولا مثلا ما جبتيش لي كونكور وتبدا تقول مع راسك بلي واكون غير اختاريت سيونس فيزيك واكون غير اختاريت سيونس مات. الاختيار اللي اختاريتي سير فيه مزيان, خدم عليه مزيان وان شاء الله راه غادي يكون غير الخير. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم, كنتمنى انك تكون استفدتي منها. ترى ليا في راسك, نتشافوا ان شاء الله فيديو جديد.